السلام عليكم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا أونسايد. اليوم راح نتحدث عن موضوع يشغل بال الشارع الكروي، وهو الدورة الرباعية، هل هي نسج خيال أم حقيقة؟ ضيفي في حلقة هذا اليوم نجمان من نجوم الكرة العراقية اللي سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب لتاريخ كرتنا العراقية. أبدأ مع النجم حبيب جعفر، اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا وسهلا بك، سلام، حياك الله كابتن. والنجم جبار هاشم، اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا بك سالم حسين واخويا وزميلي كابتن حبيب جعفر، حياكم الله. كباتن، يعني حنحكي على هذا الموضوع ونستفيض به موضوع الدوره الرباعيه، لكن قبل ذلك خلونا نشوف الاستطلاع اللي عد الزميل نور الدين كريم عن هذا الموضوع. هذا يعني على إغرار اللي صار في قطر، الاجتماع دول مجلس التعاون، كان هناك حديث للسيد رئيس الاتحاد مع رئيس الاتحاد القطري، وحصل على موافقة إقامة بطولة رباعية في العراق وبالتحديد في مدينة كربلاء، وأيضا الاتحاد بدوره حصل موافقة وزارة الشباب على الدعم المادي لهذه البطولة، لأن تعرف عندما تهيئ إلى مثل هذه البطولة بعد وقت طويل من عدم وجود بطولات في العراق، بالتأكيد يعني تحتاج إلى مساندة وزارة الشباب، مساندة اللجنة الأولمبية، لذلك أنه هذه البطولة المفروض إنها تقام في الشهر الثالث من العام القادم، بالتحديد مشاركة 4 منتخبات، والدعوة وجهت لهذه المنتخبات بصراحة الأمر من أجل أنه تحصل موافقة على أنه تقام هذه البطولة في كربلاء في الشهر الثالث من العام القادم. نتأمل أنه تحصل الموافقات في سبيل أنه نكمل التحضيرات الأولية إدارياً وفنياً لإقامة هذه البطولة إن شاء الله. الفترة الأخيرة احنا لاحظنا تحسن مستوى المنتخب العراقي، بدليل أنه تحسن مستوى بالتصنيف. احنا كنا محتاجين أنه الفريق مالنا التصنيف ماله يرتفع على مود شنو يفيدنا من ناحية رفع الحظر. أما بالنسبة للبطولات أو الدورات اللي مقبلة، كأنما تكون غرب آسيا أو البطولات الرباعية من المحتمل تقام، إحنا محتاجين نشارك من ناحية الناحية الأولى حتى ينسجم المنتخب العراقي، وعندنا همين أيضا بطولة الخليج راح تجينا، فهاي كل هاي تصب مصلحة المنتخب العراقي. من وجهة نظري إنه لازم نشارك كل البطولات، على الأقل نحوي اللاعبين اللي هم برا، ونعزز منتخبنا، وإن شاء الله إن شاء الله الفريق ده يتحسن بقيادة الكابتن باسم قاسم. والله هي الفرق اللي يمكن اللي أوليا اتصلوا بها، يعني قطر وسوريا ولبنان وسلطنة عمان. أول شيء هذولا يعني يمكن مواقفهم حاليا يعني مع المنتخب العراقي ممتازين، يعني خصوصا عمان، سلطنة عمان، سوريا، وهم يريدون، وبالتالي يعني هو الاتحاد الدولي سمح بالإقامة المباريات الودية، فهاي البطولة يمكن بدرجة سات راح تستقطب الإعلام الدولي، الإعلام حتى الفيفا يشوف هاي الدورة بها أمان، منطقة ملعب كربلاء ملعب دولي، حتى أيضا يعرفون أنه منشآتنا ممتازة، الوضع الأمني ممتاز، اللي هو يعني أعتقد الوضع الأمني هو بالدرجة الأساس، بالإضافة للوضع السياسي هو إلى دور كبير في رفع الحصار، وهي مكملات أنهم يشوفون أنه بالملعب ماكو مشاكل، ماكو تفجيرات، ما الوضع، الجمهور الملعب مليان، هي مؤشرات أنه الحصار إن شاء الله يرفع كليا عن منتخب العراق. الخطوة الأخيرة برفع الحظر وقت تكون عندنا بطولة رباعية، سواء كانت كربلاء أو يعني أي محافظة بالبصرة بأي محافظة، هو صورة نصر لكرة العراق ونصر لرفع الحظر، يعني إيذان برفع الحظر، ويعني الدول كلها بدأت أنه تبدي استعدادها أنه تحضر العراق بعد ما شافت الحقيقة، واللي سمعته كله كان يعني هو سمع مضلل، وشفنا أنه الفرق اللي دا تجي يعني الأساطير جاوا بالبصرة، منتخب كينيا، منتخب سوريا، منتخب الأردن، كلها كانت يعني محل رحاب الصدر وجمهور كبير وانضباط من قبل يعني الحضور. فأصور أنه يعني البطولة الرباعية هي راح تكون يعني فاتحة خير إن شاء الله للانطلاق للكرة لرفع الحظر إن شاء الله. واحد مو كيف يجتهد في كربلاء، لا، احنا قلنا المدينة الرياضية في البصرة مع احتراماتي،
لا توجد ملاعب في كربلاء أزيد من البصرة، ملاعب كربلاء بس ملعب رئيسي، نتمنى نسوي بطولة رباعية بين البصرة وكربلاء، ماكو فرق أعتقد هذا الموضوع. أما واحد يشتهي حوط وراح نلعب في اسمه بالعمارة وراح نلعب، مو من حقك، اجتماع مكتب تنفيذي، وإن شاء الله المحافظتين هنا محافظات عراقية، وين ما تكون البطولة راح نكون إحنا بخدمة الفرق اللي راح تكون متواجدة في العراق إن شاء الله. طبعا اتصالات جادة والفريق القطري وافق، كل فرق تريد تلعب في بغداد، كل أكثر فرق تريد تلعب في بغداد بالعراق العفو. زين تعرف أنت بس المدينة الرضيع وكربلاء بعد ثابرين على ملاعب وملاعبنا بدل الملاعبين، ملعب الشعب بعد ليس جاهز. أقليم كردستان لحدنا ما كفت قرار إلا قرار يصير، يعني تعرف أنت الظروف هسه مو مال يعني محتراماتي، بعد لحدنا يصير القرار من المكتب التنفيذي إن شاء الله. اهلا بكم مره اخرى مشاهدي الكرام. كابتن حبيب خليني ابدا معك، يعني خلينا نبدا من تضارب التصريحات. الوزير يصرح انه في كربلاء البطوله، الاتحاد الان لا البطوله في البصره، بين تصريح الوزير وبين يعني التجربات اللي سمعناها قبل شويه، تتوقع الدوره الرباعيه راح تاتي بثمارها، راح تنجح، راح تصير عندنا بالعراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه احنا اذا اردنا ننجح او اردنا نعمل بطوله او نعمل مباراة لازم الكل يعني كل الجهود تضافر، يعني ماكو مثلا وزارة الشباب تشتغل بحثها او الاولمبية او الاتحاد، احنا اذا اردنا نشتغل للعراق او اردنا نرفع الحظر عن الملاعب العراقية لازم كلها تصير ايد واحدة حتى نقدر نشيل الحظر. اما اني كل من مثلا يقول اني اريد اسوي هذا يعني شغلات راح تاثر على يعني راح تاثر بصراحه يعني اداريا راح تاثر على الكل. فاحنا اذا اردنا نشتغل لازم نخلي ايد واحده حتى نقدر نعمل سويه، واللي هو المستفيد من عده هو احنا رفع الحظر، والمستفيد من عده هو اكيد يعني الشارع الرياضي والشعب العراقي. تفرق اذا كابتن اذا صارت بالبصره او في كربلاء، المدينتين العراقيه ما عندنا مشكله، لكن اكو فرق اذا صارت بين البصره وكربلاء؟ احنا الحمد لله يعني كل المدن امنه ان شاء الله، انا اعتقد البصره واذا كربلاء فهي امنه وكلها جاهزه يعني كملاعب بالفتره الاخيره، انا اعتقد خاصه جاهزيه 100%. انا برايي هي الملعب البصره، ملعب البصره نعم. لان كابتن التداخل اللي يصير، يعني بعض الاخوه اعضاء الاتحاد يقول الوزاره تصر على التدخل في عملنا، هذا ما يصير. انا قلت لك احنا المفروض يعني هو المسؤول عن المباريات هو الاتحاد، يعني المفروض وزاره الشباب تكون مساعده للاتحاد حتى يقدرون يشتغلون، لان اليد الوحده ما تصفق اكيد، لان احنا تدري انت وزاره الشباب يعني من ضمن العمل الموجود، فالمفروض يعني يتفقون على صيغه لا كل من يبوب شغله لنفسه حتى نقدر نوصل الى مرحله جيده حتى تصير لخدمه الكره العراقيه. اولا اخيرا كابتن، الوزاره قبل فتره يعني اكدت عبر اكثر من تصريح انه استحصلنا موافقه منتخبي ايران وسوريا. كابتن جبار اسالك، يعني ايران سوريا الان سلطنه عمان دخلت على الخط، قطر حسب ما سمعنا تصريح الاخ فالح موسى، دوره بمشاركه هذه الفرق هل ستؤتي بثمارها في موضوع احنا كليتنا نريده اللي هو رفع الحظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني عقب على موضوع اللي ذكر زميلي كابتن حبيب، هناك صراع يعني مشكله بين المؤسسات الرياضيه، صراع هذا الصراع بدا حقيقه يلقي ظلاله على من على الوسط الرياضي وعلى تبعاته. الصراع انه كل من يقول انا اريد يعني اسوي هالقضيه، اريد الحقيقه انه الثناء يكون الي فقط، انا صاحب هذا المشروع. عذرا يعني هذا الصراع اللي تحكي عليه نقدر نحدد الجهات اللي يعني تتصارع؟ هم كلهم يعني جهه الوزاره والاولمبيه واتحاد القدم، واكثر شيء بين اتحاد القدم والوزاره. الاولمبيه كمن يقف على التل ينظر ويا من الصير حتى ينزل يقف معه، يعني تقصد ينتظر من ينتظر مع من القوه، يعني دائما يعني تنتظر الكفه لمن حتى وتوازن حتى لا تفقد علاقتها ويا المؤسستين. اعتقد انه القضيه اذا كنا نبحث عن رفع الحظر فيجب ان مثل ما ذكر زميلي نكون
كلامنا كلام واحد. الاتحاد لا يستطيع أن يعمل بمعزل عن، خلينا نكون واقعين، بمعزل عن الدولة، لأنه يستلم ميزانية من الدولة، لكن قرارات الاتحاد يجب أن تنفذ. يعني الاتحاد عندما تكون هناك مبادرة من قبل الاتحاد وصار حكي بهذا الموضوع، على الوزارة تؤمن الدعم اللوجستي لها. يعني هي الاتحاد اللي هو اللي يختار المنتخبات، وهو اللي يختار، قد يكون هناك قضية الملعب. أنا أتفق يعني أنه يجب أن تكون البطولة في كربلاء حتى نبين للآخرين أنه عندنا ملعب البصرة جاهز وكذلك ملعب كربلاء جاهز. هاي القضية مو قضية يعني تشكل فد مشكلة معضلة، لكن هو الاتفاق. احنا هذا التضارب بين مثلا وزارة الشباب تتصل بإيران وسوريا والاتحاد يطرح اسماء، هنا القضية حقيقة معيبة. أنا أعتقد الشغل والعمل يجب أن يكون كل شخص إلى حدوده الخاصة. اتحاد القدم هو مسؤول عن من يتصل بالمنتخبات، هذا اختصاص اختصاصي هذا أنا اختصاصي، لا تتجاوز على اختصاصي. أنت تهيئ لي الأموال وتهيئ لي الملاعب فقط، هذا يعني كابتن. أنا خليني أوقف شوي عند يعني يم تصريح الكابتن كامل صغير، وكأنه بين السطور يقول لنا إنه هذا الكلام اللي أنت قلته. لا هو هذا أنا اختيار المنتخبات ويعني ومكان اللعب إحنا اللي نختاره، إحنا نحتاج فقط الدعم اللوجستي. يعني إحنا قبل فترة شفنا مرة السيد وزير، طبعا هو السيد الوزير مشكور طبعا إلى جهود واضحة في قضية رفع الحظر، هاي ما نقدر نذكره، لكنه يجب على السيد الوزير يفهم إنه قبل فترة طلع على موقع المباراة نسويها بملعب ميسان أعتقد نهائي الدوري، هاي مو صلاحياتك يا سيادة الوزير. أنت تعمل بشكل ممتاز، لكنه أكو خطوط، هاي حاول لا ننطي رسالة إلى الآخرين. اتفاق بينه وبين الاتحاد هو يعني حاول لا ننطي رسالة للآخرين، بحيث ورا فترة ممكن الاتحاد يتخذها ذريعة بالتدخل الحكومي وبالتالي راح تصير مردودها عكسي. هذه لو وضعت هذه الأمور كلا في مكان أعتقد راح نتجاوز كثير من المشاكل وهاي التضاربات بالتصريحات. نعم كابتن حبيب، يعني هاي التضاربات بالتصريحات اللي يعني تكلم عنها الكابتن جبار قبل قليل، أول ما استلم الوزير وبدأ يعني كما يقال يوطد العلاقات، يحسن العلاقات بين الاتحاد والوزارة، ما كانت موجودة. الآن بدأت ترجع مرة ثانية وكما يقال يعني تطفأ السطح من جديد، يعني وكأنها ما سوينا شيء قبل. مو هي هاي المشكلة، احنا مثل ما قال الكابتن جبار، احنا كل من يريد يجير شغلة لنفسه. احنا لو مثلا الوزارة تبقى هي الهرم مثلا، يعني هي المشرفة على الاسم، خلي الاتحاد وخلي الاولمبيا يشتغلون، انت تبقى انت بس مجرد انه انت شلون تمشي الامور مثلا ماديا او مثلا يعني معنويا انت تقدر دائما تمشيهم. اما انا مثلا اجي ادخل بشغلات الاتحاد، انت ما تعرف يعني اكو امور ثانيه مثلا للاتحاد. يعني هسه مثلا طلع كامل صغير قال لا حد يدخل انه الملاعب، لا حد دخل بالملاعب، الملاعب منو راح يختارها؟ راح يختارها اكيد راح تختارها الاتحاد، ما يختارها، وهذا اختصاصه، هذا هو الاختصاص. هذه الحقيقه، هذه الحقيقه. هو لازم يختار الملاعب ويختار الفرق اللي راح تجي، والوزارة هي تبقى يعني شلون نقول مشرف على. نعم كابتن جبار، يعني خليني أوقف عند كلام الأخ كامل صغير مرة ثانية. تحس من طريقة كلامه ونظرة كلامه أنه اتحاد الكرة أو بعض الأخوة في اتحاد الكرة دي يحس أكو عملية وصاية، هناك من يمارس دور الوصاية عليهم من وزارة الشباب الرياضة. يعني هو شوف، احنا كوسط رياضي نعرف انه هو خلاف كبير بين الاخوان بالاتحاد، البعض منهم من ضمنهم الاخ العزيز ابو وسام مع وزارة الشباب، وهي زحفت هذه الخلافات، كانت خلافات النادي والانتخابات، وين زحفت؟ انتقلت الى العمل الاتحاد. طيب وبالتالي اصبحت اي لقاء للطرفين منبر لانتقاد الاخر. انا اعتقد يعني انه يعني الوزارة بعض الأحيان أو السيد الوزير أو من الناس القريبين على السيد الوزير إنهم ضلع بهاي القضية، بعض الأحيان خلاف شخصي ويتحول يصبح خلاف مؤسسة كاملة، وهذا مو صحيح. أنا من أقود مؤسسة. يعني كابتن، هذا التدخل اللي تفتش عليه أو الناس اللي تطلع رأيها للسيد الوزير، هاي يعني حسب وصفك هو تدخل ده يجي بالسلب على الموضوع يعني كاملا؟ شوف، كرة القدم هي شغل الشاغل للعراق، يعني نفترض أنه الوزارة تكون خيمة على كل الرياضات، كل الرياضات مثل ما كرة القدم أو كرة السلة عندنا الآن دتحقق نتائج زينة ودت تنظر
عندنا مثل لعبة كرة اليد المفروض تندعم. فلذلك الناس المقربين على السيد الوزير أكثر شيء ملعين بكرة القدم، فبالتالي وين صار التسليط كله على والاهتمام كله صار على كرة القدم، تناسوا بقية الألعاب زين. وبالتالي الآراء من هنا وهنا، لأنه السيد الوزير يعني غريب على أجواء الرياضة على كرة القدم، لكنه أجاد العمل الإداري بشكل ممتاز. وهذا اللي نحتاجه، هو هذا اللي نحتاجه أعتقد. إذا السيد الوزير فقط أنه يذهب باتجاه العمل الإداري، هسه أنت عندك ملف رفع الحظر، يعني ما يجي من الأمور الإدارية الفنية العفو نهائيا بالضبط. إداريا ما عندنا مشكلة. قبل فترة أنه لازم يتغير مدرب المنتخب، أو سمعنا أنه السيد الوزير إلى ضلع بتغيير مدرب المنتخب، إحنا سمعنا وقال يعني إحنا نقول لمن يقول أنه هاي القضية ما لك علاقة بها، ويا وزارتي ما لك علاقة بها، هاي القضية أنت الخبز الخبازة، خلي حتى إحنا إن من نحاسب كنقاد نبقى نحاسب الاتحاد كرة القدم في اتخاذ أي قرار أو أي غير يعني غير منصف. زين أنا أعتقد عظم المقاطعة، أنت برأيك تتوقع أنه هذا الكلام صحيح أنه الوزير تدخل في تسمية مدرب؟ يعني هسه أنا مو صحيح، لكنه أعتقد أنه الاتحاد دائما في قضايا اتخاذ القرار الاستراتيجي المهم يذهب باتجاه الوزارة. هو الاتحاد ويتناسى الخلافات اللي حكينا عليها قبل شوي. هو الاتحاد هو من يمه بالبداية ذهب وقعد ومن أنطى مجال بتسمية المدرب الوزارة شعرت. هسه الوزارة عبد الحسين عبطان سيد الوزير ترى إداري محنك يعني هذا ملف الحظر مو سهل، عرف شلون يتعامل وياه، عرف شلون يوصل لأصحاب القرار، وهاي نقطة تحسب إليه. وبدأ صوت العراقي يسمع، يعني لو باقي الاتحاد موجود لو 100 سنة ما يرفعون الحظر، بس هو رجل إداري على مستوى عالي. يعني الخلل بالاتحاد كابتن إذا على هذا التصريح خليني في البداية الخلل بالاتحاد أنه سمح للوزارة أن تتدخل في اختيار المدرب، وبعد ذلك اجتمع بدأ يمتعض من هذا التدخل أنت ما أنت يا أخي جبته. إذن الأولمبية كان الأجدر أنه الأولمبية هي من تجلس مع الاتحاد وتتخذ القرار، يعني رقضوا من رادوا ينهون خدمات الكابتن راضي شنيشي، راح وين الأولمبي؟ وهو هذا الصحيح، أنت وين تريد تروح؟ قعد الرجل وانطى رأيه. أنت تذهب باتجاه الأولمبية حتى لا تفتح الباب أمامك أمام الآخرين وتعطي مجال الآخرين أنه يجي يتصرف براحته. الاتحاد كابتن حبيب يعني الاتحاد في بعض المرات خلينا نحس أنه هو فعلا مثل ما وصف الكابتن جبار هاشم يتصرف في كل قضية بطريقة معينة. مرة يلتجئ للأولمبية، مرة يلتجئ لوزارة الشباب والرياضة، مرة مثل ما شاهدنا هسه تصريح الكابتن كامل صغير ما يريد أحد يتدخل بعملنا. تعرف انت الاتحاد لمن تابعه؟ اتحاد منو مسؤوله؟ الاولمبيه لازم وين يرجع للمرجع ماله اللي هي الاولمبيه من الاولمبيه فانا اعتقد لازم يعني رائد حمودي دائما ما يكون بعيد عن الاتحاد. انا اعتقد اكو شغلات بيناتهم مثلا يعني متباعدين، يعني كل البعد بين الاتحاد وبين الاولمبيه، وهو هذا يعني هذا اللي الغلط اللي دا يصير. المفروض الاولمبيه دائما ما تكون قريبه على الاتحاد والاتحاد قريب عليهم حتى يصير هذا العمل. اما الشباب يعني وزير الشباب يعني الشغل الشاغله انه هو شلون يريد يرفع الحظر عن الملاعب، وبعض التدخلات تصير انه بشغلات الاتحاد يعني جايسه. هو هذا اللي تدخلات مين كابتن انت برايك؟ يعني تدخلات الوزير، يعني هم يتجهون الوزير نفس شخص الوزير، لو اكو اشخاص مثلا يسمع لهم الوزير او يستانس برايهم وبالتالي الوزير يسمع للكل. الوزير يسمع للكل يعني حتى عنده مثلا، وهذا نسجله الى حقيقه، هو يسمع للكل، يسمع من الكل حتى بالملتقى هو دائما ما يدخل يحكي حتى على شخصيته، يعني الصفحه الشخصيه مالته الخاصه دائما يعني يرد على، فهو يعني الكل يريد يكون قريب. يريد هو قريب. الفجوة في هذه يعني العلاقة اللي تكون مرة باردة ومرة تحسها فعلا تشتغل لمصلحة الوطن، من المسؤول عنها؟ اتحاد، وزارة، أولمبية، أم الأطراف كلها كابتن؟ شوف هي كل الأطراف يتداخل على الأطراف، بس احنا هذا صراع الكراسي وصراع المناصب وصراع الأفضلية آن الحسين، هذا موجود على مستوى كل شرائح المجتمع العراقي. السياسة بالعراق شلون تكون؟ الواقع السياسي ألقى ببلالة وين؟ على الواقع الرياضي. فالكل مثلا ما أقول له مثلا الاتحاد روح اشتغلوا هذا الموضوع، حاول أنا اشتغل به حتى أخذ النصيب الأكبر. أنا أعتقد أنه الأولمبية ما يصير بهالطريقة هاي، يعني إحنا ما نريد نسقط حقيقة الأولمبية أو آخرين، لأنه
رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي يعني اسم كبير. وأنا اليوم إذا حكيت على رعد أحكي على نفسي، أحكي على كابتن حبيب، لأن هو يبقى واحد من نجومنا، نجومنا كابتن رعد. لأن إذا سقطتهم يعني راح رعد أو فلاح حسن أو كل الأوراد شنيشل أو باسم قاسم أو إلى كل إخواننا. فأنا أعتقد أنه الأولمبية يجب أن تأخذ دورها الحقيقي. نعم كابتن، أنا أعتذر، إحنا حننتقل للمحور الثاني، بس قبل ما ننتقل أريد أخلي علامة استفهام على شيء. إحنا يمكن البلد الوحيد اللي في دفة قيادة الكثير من المؤسسات الرياضية نعتمد على نجوم بالتحديد كرة القدم، يعني أنت من تعدد لي رعد حمودي فلاح حسن و و و و، لكن رياضتنا تتراجع تحديدا كرة القدم، ليست كرة القدم في أيامكم عندما كنتم لاعبين وماكو أي وجه مقارنة. خلونا ننتقل للحديث عن الموضوع الآخر مشاهدي الكرام، ونشاهد الاستطلاع اللي عدى زميل نور الدين كريم مشكورا مع مصورنا مخلص أمين الدر اللي جابوا لنا هذا الاستطلاع عن موضوع غرب آسيا ومن سيشارك في هذه البطولة. قد ان هناك رغبه من المنتخبين، من الاجهزه الفنيه للمنتخبين بالمشاركه، وهذا يعني ليس شيء خافي على الجميع. هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي قدم طلب بالمشاركه على اعتبار انها بطوله غرب اسيا ستكون فتره اعداد مناسبه جدا لمنتخبه قبل المشاركه بالنهائيات الاسيويه التي تنطلق يعني الشهر الواحد من العام المقبل، بالاضافه الى انه هناك رغبة أيضا علنية بالنسبة للمنتخب المنتخب الوطني عبر كابتنه باسم قاسم بالمشاركة وفسح المجال أمام اللاعبين الشباب. هذا القرار حقيقة عصمته بيد الاتحاد. هذه بطولات غير معترف بها، الفائدة الفنية ستكون قليلة جدا، الاحتكاك اللاعبين لا أعتقد لا يعطي صلابة ونضوج اللاعبين. المنتخبات ستشارك أما بالرديف أو بالجيل الثاني وبلاعبين شباب، هذا بطولات حبر على ورق. يجب أن نفكر من الآن كيف نعد منتخب ل 2022. كأس العالم هو المونديال، كل العالم الآن تحتفل ونحن ننظر إلى التصنيف وننظر إلى غرب آسيا وننظر الخليج العربي. هذه النظرة القاصرة وهذا التفكير الدوني يجب أن يعني حقيقة يزال من العقلية العراقية. العراق ما يطمح له كأس العالم أو أمم آسيا، هذا البطولتين هي الحلم لكل منتخبات القارة الآن. أما إذا كنا نفكر بهذه الطريقة فأعتقد على كرة القدم السلام. أتمنى من الكادر التدريبي المنتخب الأولمبي الوطني الوقوف على إمكانات اللاعبين بالشكل الصحيح والاختيار الأمثل وإعداد منتخب وطني نموذجي يليق بسمعة الكرة العراقية وهيبتها وتاريخها وإنجازاتها، وخصوصا نحن أبطال آسيا، فعلينا أن نعزز هذا اللقب من خلال الظهور بمستوى طيب ونتائج إيجابية ترضي الجميع إن شاء الله. حقيقة نبارك للمنتخب المستوى المتطور بالمباراة الأخيرة، وأعتقد أن المنتخب بتصاعد، خصوصا احنا بعد ما شاهدنا انه يعني المباراتين الاخيرتين اللي حدثت صارت اقيمه في البصره. نتمنى انه يكون بطوله غرب اسيا هي تكميليه لهذا الصعود. يعني مو المهم انه انت يعني تحصل بطوله، المهم ان تبني فريق للمستقبل. اقولها بصراحه يعني هكذا مشاركات هي مطلوبه ورسميه وواجب المشاركة بها وتحقق نتائج إن شاء الله إيجابية، إلا أنه هذا أقولها بألم إلا أنه لا تشفي الجرح الذي أصبنا به من خروجنا من تصفيات كأس العالم، لا تشفي إطلاقا، لأنه فرصة ذهبية كانت بأيدينا وأضعناها. عليه أنه الآن مطلوب أن نراجع أنفسنا كاتحاد أو معنيه بالشأن الكروي، مطلوب من عندنا بأنه شنو اللي حصل من هفوات من أخطاء اللي سببت خروجنا من التصفيات مع كأس العالم، سواء كان الاتحاد معني، سواء الكوادر التدريبية معنية، سواء اللاعبين معنيين مثلا، وهكذا نسوي في الدراسة تفصيلية حول هالموضوع، ومن خلال هاي الدراسة التفصيلية نوصل إلى وضع المسات الأخيرة على كيفية الخطوة القادمة، أنه كيف نستفيد من الأخطاء ونتعلم للثم. نتمنى حقيقة نتمنى بأنه البطولات القادمة، بطولة الخليج، غرب آسيا، بطولة الأولمبي ومشاركته، نتمنى بأنه تكون بيها لمسات التصحيح
من الأخطاء الماضية، وتكون خطوات إيجابية لمستقبل إن شاء الله جديد إن شاء الله. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدي الكرام. كابتن حبيب، مصعدنا لكأس العالم، بدينا ندور على بطولات مثل غرب آسيا والخليج حتى ننافس بها. لا، هي البطولات اللي راح نعملها احنا اكيد هي لها فائدة، هي برفع الحظر فقط، يعني ما راح تطور من عندنا اي شيء. ليش؟ لانه احنا ما عندنا هسه بطولات مثلا قريبة عدا الخليج او غرب آسيا، واثنين انهم يعتبرون انه نوديات اعدادية. زين، الصراع اللي حكي عليه الزميل حسين الخرساني، يقول كلا المدربين يعني باسم قاسم وعبد الغني شهد يريد يشارك بهالبطولة، الأول بالمنتخب الوطني حتى يزج العناصر الشابة، والثاني يريد يشارك بالمنتخب الأولمبي حتى يعتبره فترة إعداد. نعم، اللي أنا برأيي إذا تريد تفيد الأولمبي، لأن عنده مشاركة مقبلة، يعني مباراة مثلا البطولة قوية هي قارية. اما مثلا المنتخب ما راح يستفاد من عتها، لانه انت ممكن صح تجرب لاعبين بس انت ما عندك بطوله قويه يعني بالفتره الجايه. عندك امم اسيا اعتقد بال 2019. نعم، فبعيده، يعني ما تقدر تستفاد من عتها هسه. حتى اذا تريد تشوف اللاعبين فعندك بعد سنتين تقدر تشوف اللاعبين، عندك دوري وعندك محترفين برا. بس بالوقت الحاضر ممكن يستفاد من عتها المنتخب الاولمبي، يعني عنده مباريات، يعني مثلا يلعب 4 مباريات او مثلا اذا صار الذهاب وياه بيصير مثلا فدر 2 مباريات، ممكن يستفاد من عتب هاي الفتره. طيب كابتن، نفس السؤال حوله من كابتن حبيب الى كابتن. هذا المطلب المزدوج اللي يريده الكابتن باسم قاسم وكابتن غني شهد، نوجه لهم التحيه. من هو الاحق؟ يعني راي الكابتن حبيب جعفر محترم جدا، يقول يعني الاولمبي هو اللي عنده استحقاق وهو من يستحق. يعني انا اعتقد المشكله انه احنا رجعنا لنفس النقطه. احنا نريد نصعد الكاس العالم ونريد ننافس ببطولات، يعني اعتقد انا سبقا ذكرت هذا الموضوع انه هاي البطولات لا تخدم العراق. يجب نضع خطه، لازم احنا نتجاوز مرحله حيث نفكر بمباريات على مستوى عالي حتى نصل ممكن انه نحجز احد البطاقات لكاس العالم. هسه هو ذكر الكابتن علي هادي، وفعلا هو هذا المفترض يصير. يعني نعم، سابقا كانت بطولات الخليج بطولة ندية وبطولة قوية، الآن بطولات الخليج وخاصة بعد انسحاب السعودية والإمارات أصبحت بطولة يعني فارغة لا تخدم الكرة العراقية. فأنا أعتقد أنه إذا أردنا حقيقة أن ننافس ويكون وضع المنتخب بشكل ثاني، أن نبتعد عن هذه البطولات. يجب أن نستفاد من الفيفا دي، نهيئ أموال ونجلب منتخبات أو نذهب نلعب مع منتخبات على مستوى عالي حتى نطور واقع كرة القدم عندنا. الآن الفرق القريبة يعني علينا نشوف فارق المستوى الفني. ويمكن شفنا هاللعبة الأخيرة ايش قد قفزنا، غلبنا كينيا ومنتخبنا قفز. هسه هذا التصنيف ترى مو فده، يعني هسه نعطيك منتخب أحد المنتخبات الأوروبية تصنيفه بعيد لكنه صعد كأس العالم. إذا ما يحضرني إيسلندا. نعم، أمم أوروبا ثم كأس العالم من 133 إلى 22. ترجع إسلندا صعدت هيتي يلا كوستر ولموها. أكو تخطيط، الناس تخطط أموال حتى تستطيع أن في بلد تعداده 330,000. شوف يعني 330,000 نسمة بدأوا يعني مستوياتهم تتغير. ليش؟ لأنه بدأوا حقيقة قفزة وقفزة حتى يصلوا إلى هذا المستوى. كان أعتقد إحنا ما عدنا تخطيط؟ ماكو، قضية التخطيط غايبة عندنا. احنا كنا نحسب التخطيط بس اسئله بس بالتطبيق. قلت تعال شنو التخطيط؟ ما يعرف شلون يبدي شو اسمه التخطيط. احنا خلينا في ذهن شعبنا انه غرب آسيا اذا اخذناها دق ورقص واغاني وبطوله غرب آسيا اللي احنا نعتبرها بعمل وبطوله الخليج عدم وجود تخطيط. هو اوهام الجمهور ببطولات، يعني ببطولات حقيقة مستواها متدني انه تعتبر هي احنا اذا بطولة كأس العالم العسكري انطيناها شيئا وخليناها على مستوى مصاف الابطال. الان هسه اذا انت مشارك بطولة عالم عسكري هاي البطولات ينشارك بها سيد العزيز. المشكلة يجب ان نصارح جمهورنا انه يا اخوان احنا نريد نبني حتى نغير جمهور. قام مباراة اذا نلعب ويا كينيا الا يريد يفوز، نلعب ويا هذا الكلام غير صحيح. أنا لازم أخطط، لازم أولا أوضح للناس وللجمهور أنهم صبروا عليه،
صبروا علي كذا سنة حتى أنا أقدر أصل إلى المنتخب الوطني ونافس على مستوى آسيا ونافس على مستوى كأس العالم. أما هذه البطولات فليذهب أي ما يذهب. يعني حتى عبد الغني يعني شهد كابتن عبد الغني. نعم. هسه هو يروح لشسنا بس هل هذا الإعداد المناسب إليه؟ لا مو إعداد. أنا مجرد يرفع الجانب البدني أو يصير نفس مباريات. إذن طموحة. يعني الأولمبي أحط من المنتخب. أنا أعتقد الأولمبي من الناحية مو الفنية، الناحية البدنية فقط. فقط. طيب كابتن خليني أوقف على تصريح سيد محمد جواد صائغ. رجل يعني ما يحتاج نمدحه، يملك يعني ما يملك من خبير من, يعني. من خبره في العمل في الاتحاد، واحد من اقدم الشخصيات اللي تعمل بالاتحاد، لكن ان يقول لي لازم لجان، لازم نقعد احنا فشل. طيب يا استاذنا الفاضل، انت جزء من هذه المنظومه، ومن يعمل هذه اللجان؟ طيب من يعمل هذه اللجان اذا انتم الاتحاد ما تعملوها؟ انا وانت نسوي هذه اللجان مثلا كابتن؟ لا. شوف المسألة وين مرة إخواننا المتظاهرين بدأوا بداية ممتازة إنه في تغيير اللجان وتغيير واقع، بس وين التغيير؟ زين أنت جزء مهم من منظومة كرة القدم، وين حطيتوا على طاولتكم شو هي الأسباب؟ للأسف الشديد إحنا بالأدنى إنه التفكير بالكرسي أطول فترة ممكنة، وأرض المقابل أرض الهيئة العامة خلانا نعزف عن كثير من الأمور الأخطاء، وبالتالي هاي الأخطاء تراكمت علينا وأصبحت أعتقد إنه الاتحاد اذا ناقش هذا الموضوع فهو راح يطلع. كابتن هاي الاخطاء تتحدث عليه هو بس التمسك بالكرسي؟ لو اكو امور اخرى اكبر. شوف هسه يعني انطيك لو الاهم هو مخرجات الاتحاد هو الدوري. انت اليوم اذا تريد تسوي منتخب دوري، احنا الدوري لحد الان ما نعرف شنو. هسه انت من تقول لي دوري شنو شجاوبك؟ ما اعرف. لا هو دوري عام، واذا دوري عام سنه ونص، اذا دوري مجاميع هاي كارثه. مجموعتين يعني انطيك مثال، مجموعتين صعد ايش قد يصعدون من مجموعتين؟ اربع فرق. ايش قد يلعبون؟ كم مباراه كابتن؟ اللاعب راح يلعب له، راح يلعب له 22 مباراه. هو لاعب منتخب سالح حسين، هو لاعب منتخب ولعب 20 مباراه. انا اعتذر منك، خليني اسجل كل اللي تقوله كابتن، عدد المباريات هذا كل شيء يهمني، لان بناء عليه حنقرر كم مباراه كابتن يلعب. انت راح تصير اذا مجموعتين اعتقد 24 فريق. 24 فريق 12 ب 12 يعني كل لاعب راح يلعب 22 مباراة. 22 مباراة. طيب 22 مباراة. زين انت اذا صعد فريق مثلا نقول صعدوا 8 فرق. طيب 8 فرق صعدوا 4 ب 4 او لا نقول 6 ب 6 من ناس 6 من ناس. زين الفرق الباقي وين راح تروح هاي الفترة كلها؟ اذا عندك لاعب منتخب وطني هذا اللي اريد اوصل له كابتن، هذا اللي اريد اوصل له. اذا انا عندي واحد من هاي الفرق ما طلع من ضمن الستة الاوائل، وين يروح؟ هو لاعب منتخب راح يقعد، راح يقعد بالست شهور، راح يقعد اكثر من 6 شهور. زين شنو اللي ينقصنا حتى ننظم دوري عام؟ شنو اللي ينقصنا كابتن؟ عندنا صارت ملاعب، كانت الحجه الملاعب هسه عندنا ملاعب. حسين احنا شغلتنا يعني جدا بسيطه، بس احنا مثل ما قال كابتن احنا تخطيطنا غلط. احنا صار لنا كم سنه بعد السقوط؟ صار لنا تقريبا 13 سنه او 14 سنه لحد الان ما نظمنا دوري صحيح. منو المسؤول؟ لجنه المسابقات؟ طبعا اللي كل ما يضغط عليها قالت الانديه تتدخل، اعضاء الاتحاد يتدخل. زين اول اتحاد قوي ها، من يقدر؟ هذا اللي اريد اوصل له. يا نادي يقدر يتدخل. لكن كنا انديه تتدخل وشفنا صار موسمين وثلاثه. اوكي تتدخل، تريد تطلع اطلع. لو اتحاد قوي طلعوه. الاربيل من طلع. كابتن انت دربت الطلبة في موسم، يمكن هذا الموسم او اللي قبله، تعرض الى ظلم تحكيمي وبقى الفريق الوحيد اللي ما يحكي. الى ان طفح الكيل مثل ما يقولون، بدا يحكي فريق الطلبه. اي بس ما حكى في وقت متاخر، فما صار له صوت بالاتحاد. نعم. عكس بقيه الانديه. صحيح اكو انديه مؤثره، خاصه الفرق الجماهيريه مؤثره على الاتحاد صراحه. انا خلي استغل وجودك، انت ابن الطلبه ودربت الطلبه، والطلبه فريق جماهيري. ليش الطلبه من سمع صوته مثلا؟ لان ما عنده حظوه؟ لا مو بس هو طلبه ما يريد يخلق مشاكل بصراحه، ما يريد يعني يقول لك اني هذا اخطاء تصير بالعالم كله. الاخطاء تصير، المهم اني ما اريد اخرب الدوري، ما اريد يعني هواي اكو امور ما اريد اتدخل بها. اقول لك اني امشي فريقي ما دام ماشي بالدوري، المهم نمشي بس اني مثلا اخرب الدوري مثلا. اني كل نادي صارت له مشكله وانسحب، كل نادي مثلا ما عنده فلوس وانسحب. اي دوري اتحاد لو قوي هذول ممكن ينزلهم درجه ثانيه. احنا مو صارت باوروبا، ما صارت ما يملك الجو والقوه. لا ما عنده. والدليل اكو انديه، والدليل هسه لا يردون اربيل انسحب.
قال منسحب وطلع ليش ما نزلوا درجة أولى؟ ما عندهم الجرأة ينزلوا ما عندهم. ليش إيطاليا يوفانتس صارت له مشاكل رجعوا درجة أولى؟ بارما رجعوا درجة رابعة. بارما رجعوا هاي أكو اتحاد قوي يقدر يصنف. إحنا ما أربيل رابع. أربيل لأنه رئيس الاتحاد من أربيل ما تم إنزاله ممكن. طبعًا طبعًا هو ياكو مور. طيب كابتن جبار الكلام اللي تحدث فيه كابتن حبيب مهم جدا، موضوعة التأثير على الاتحاد وأكو أندية لها حظوة وسطوة حتى خلينا نكون أكثر وضوح، ولو تفرض يعني إحنا ما يصلنا للإعلام إنه أكو بعض الأندية تفرض على الاتحاد وتهدد بالانسحاب أكثر من مرة، وهاي الموضوع الانسحابات يعني صارت مثل مودة الملابس، الملابس الشتوية والصيفية الكل يهدد والله أنا لو تسوي لي المباراة بفلان موقع ناس أبا اتحاد يهدد من انسحاب بالدوري الدفريق يهدد من السحاب. انا اعتقد شوف حتى الان ذب اللوم على لجنه المسابقات، انا مره دخلت احكي ويا واحد من لجنه المسابقات طيب. قال لي كابتن تفضل شوف شلون فرضوا علينا امور. انا هسه هالفتره هذا وحسب تصريح سيد علي جبار اعتقد قال اعطوني الصلاحيات ولا حد يتدخل انا اخلق لكم اجواء دوري ممتاز، خلي الاتحاد ينطي الصلاحيات لجنه المسابقات حتى ندبها براس عالم نطلع منها سالم. هذا مثل ما يقولون ايه دبها براس لجنه المسابقات، واذا اخلت لجنه المسابقات حتى نعرف من الخلل، لانه انا شفت بعيني قلت لك جابوا الورقه والله نادي نفط الوسط يريد ياجل مباراه عنده بطوله العربيه الفلانيه او نادي الفلاني. انا اعتقد احنا اذا خلينا هذا التاجيل صحيح كابتن؟ لا ما يصب بمصلحه هو شنو، ليش دورينا تعبان؟ ليش المدرب يعاني بإعداد المنتخب الوطني؟ لو الأمور طبيعية المدرب يجي يسحب اللاعبين الدوري ويوصل الفورمة، هاي كل المدربين واصلين جاهزين بدنياً. كنا يذكر كابتن حبيب فترة التسعينات يجي المدرب يأخذنا نوبات يودينا لعبات تجريبية أو يأخذنا من الدوري ونلعب بس، أو شنو الدوري يمشي يأخذنا قبل البطولة بشهر بس الدوري ماشي، ماكو تأجيل، ماكو شيء اسمه تأجيل. لأن أنا اليوم عندي لاعب شاب قاعد على المصبة هذا ينتظر يغيب نجم حتى يقعد يعوض مكانه، انا ما قاعد اعطيها الفرصه. بالمناسبه حتى لن نلوم هوايه الاتحاد، للامانه كابتن حبيب انت دربت فريق الطلبه وشفت وعملت مع فرق، ويمكن كابتن جبار بعد تجربه تدريبيه حاليه ما عندك في الدوري العراقي، بس الاتحاد للامانه اعطى مساحه قال جيبوا 30 لاعب وبعدين ما صار 35 لاعب بعدين ما استفادينا من هذا، ما استفادينا من هذا، مو هو قلنا التخطيط غلط. يعني انت التوقفات اللي صارت والتأجيلات، يعني انا اتذكر لعبت ويا بغداد ولعبت ويا الكرخ قعدت 40 يوم بس يعني انا هاب هاي 40 يوم شو اسوي؟ زين واللاعب العراقي لا يملك اللاعب العراقي اللاعب والمدرب العراقي زين. يعني المدرب اولا ما يعرف البرنامج من يحطه، هسه دخلنا اي اكو عندك برنامج واضح ما يقدر اللاعب ما يعد سبع مرات ما ادري سبع ثمان مرات ما ادري يعني 40 يوم فلشت انت وين واصل بالفورمه وجيت فلشت. فأنا أعتقد أنه القضية قضية الإدارات الأندية وضغط الجماهير بعض الأحيان، مثلا إدارة فريقها يفوز وجدت تأجل تأجلت إلى المباراة، ما هو يا أخي لو أنت رجل رياضي تفكر بالعكس أزيد بالشباب وتصير الأمور طبيعية والكل يصير نفس الحضور، بس الإدارات تخاف من الجمهور وبالتالي تنعكس بعض الادارات تخاف من الجمهور لان الجمهور هو من يتحكم بمصير النادي والفريق. يعني هو مثل ما ذكر زميلي الاتحاد قرار واحد انتهت بعد خلص بعد اي غير قابل للنقاش غير قابل للنقاش، الامور راح تصير مش اسمها. اعتقد انا شنو المشكله يحكي كابتن جبار، المشكله قالها انه رؤساء الانديه هم بالاتحاد وهذه صارت يعني جابت لنا المضره اكثر من المنفعه. طبعا انت ما تقدر تتخذ قرار صارت سب علينا يعني انا على الرياضه تحسب لرئيس الاتحاد حقيقه. يعني بهاي القضيه سحب نفسه من انتخابات نادي اربيل حتى يبعد نفسه عن كل الشبهات وانطوا تمثيل نادي بالاتحاد اربيل انطوا تمثيل بقيه اعضاء الاتحاد. هل يكون الجراه يسوون نفس الموضوع؟ لا اعتقد ما يسوون. لا ما حد يسوون لانه تعرف يعني الكرسي. يعني أنا أريد أوجه سؤال لكم اثنينكم كفاتن، يعني دورينا صار عرضة للمجاملات بسبب رؤساء الأندية اللي هم أعضاء الاتحاد؟ طبعا أكيد أنت مع هذا الرأي وأنت كافر يعني جزء كبير جزء كبير من الأخوان الموجودين اللي تلكون أندية جزء كبير بتعطيل ماكينة الدوري أو بتغيير الحكام وكثير من الأمور. هاي موضوع يعني إذا دخلنا بموضوع الحكام نحتاج حلقة كاملة هذا الكلام عنه. كابتن حبيب للأمانة أنت كابتن جبار يعني خليني أكون صادق معاكم، هنا في قناة الرشيد كان عندنا ضيف إجانا أحد الأخوة أعضاء لجنة المسابقات اللي انسحبوا ومستعد أذكره بالاسم الأخ الأستاذ فهمي العامري.
وكان حديثنا في الموسم قبل هذا اللي مضى تحدثنا عن كيف يمكن أن ننتقل من دوري المجموعتين وعدنا بعد دوري نخبة وعدنا مشاركة كانت للمنتخبات زين وإحنا دنعد ودنحضر كان عدنا الأولمبي وعدنا 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 للأمانة أخرج لي ورقة بخط يده وشوفني جدول بعد ما انتهى البرنامج قال لي هذا جدول المباريات وينتهي دوري النخبة مع بداية شهر السابع لكن لم يؤخذ بهذا الموضوع حتى بعيد شهر السابع يعني يمكن هذا أفضل من أن أفضل يبقى بلا تاريخ للنهاية صحيح كابتن هي, هي العملية قلت لك يعني عملية تنظيم عملية إحنا سمعت عن تصريح الحجي محمد جواد صايغ أنه 26 فريق أكو فريق راح يصعد نفط الكوفة مثلا أكو فريق عندنا صلاح الدين يريد يشارك الموصل يريد يشارك أهم الأندية النفطية خير من الرمادي حقيقة أحكي لك الرمادي اللي يشارك الرمادي اللي يشارك والرمادي نادي التراخيص اسم بالدوري العراقي شوف التراخيص أكو عندي عدها إمكانية ملاعب لكنه لا تمتلك يعني إمكانيات لاعبين يريد يشارك بالدوري هو مثل الجوية ما عدها ملاعب لكن عدها لاعبين ونادي كبير فريق عكسه أكو بعض الفرق تمتلك أرضية مناسبة ملعب شو اسمه كل جاهز لكنه إلى فرصة أنه شارك وبالتالي الاتحاد راح يخلي شارك 26 فريق 26 فريق يعني شو كده راح يصير مجموعتين هذا بموسمين يلا ينتهي الدوري أنا أعتقد شوف كابتن أنت مع الدوري العام أو مع دوري الدوري العام بكم فريق 12 فريق أو 14 فريق وانتهي كابتن أنت مع الدوري العام لو مجموعتين وبكم فريق إذا دوري لا أنا مع العام نعم كم فريق لأنه المجموعتين بطولة نظام كاس يعني ما تقدر يعني انت قبل كم سنه الشرطه كان مصدر نعم مصدر يعني بالنقاط صارت المربع صار المربع طلع صار رابع وما ادري ثالث زين هو مصدر الدوري بس بالمربع راح كل جهده اللي كان بالبدايه اي راح كل جهده وفعلا هذا نظام كاس هذا ما معمول به يعني وما مرغوب اصلا بالعالم كله في حين على ايامكم كنا نلعب دوري وكاس وبطولات تشريعيه وبطوله ام المعارك وغيرها زين سوي لك 16 فريق 16 فريق والباقي هسوي دوري مخبر ودوري ممتاز الباقيين سووا يعني راح يصير حتى عمل للمدربين يعني اكو مدربين الان ما قاعد يلقى فرصه العمل بسبب هذا موضوع ثاني ناهيك عن جلب مدربين محترفين ممكن نعم. ممكن انه من تقسم الدوري يصير دوري ممتاز ودوري درجه اولى واصب الاهتمام راح يصير فرص كثيره للاعبين كذلك فرص بس اكو شغله بسيطه انت من تسوي هيك دوري عام مثلا ممتاز واولى لازم شو تسوي لازم تهتم بالاولى مثل ما تهتم بالممتاز من خلال الطواقم التحكيميه من خلال الامور اللوجستيه الاخرى نعم ايوه نعم. واجيب خيره النخبه الفرق خليها بالاولى وعندنا الدوري الممتاز وهكذا امشي وياما كانوا عندنا لاعبين يلعبون في دوري درجه ثانيه واستدعوا للمنتخبات واصبحوا فيما بعد اسماء كبيره في منتخباتنا الوطنيه كباتن خلونا ننتقل انا وانتم المشاهدين الى المحور الثالث في حلقتنا هذا اليوم مشاهدي الكرام مباراتنا الاولى امام المنتخب المكسيكي انتهت بالتعادل بهدف لمثل منتخبنا للناشئين كانت الصوره يعني ارضت البعض والبعض الاخر لم يكن راضيا عنها خلونا نشاهد هذا الاستطلاع اللي اجراه الزميل العزيز منسق منتخب الناشئين ارشد الساعدي بعد مباراتنا امام المكسيك اليوم النتيجه الايجابيه لمنتخبنا هي نتيجه جيده يعتبر المنتخب المكسيكي من المنتخبات القويه جدا بالفئه العمريه وحصل على عده بطولات في هذه البطوله قدم لاعبينا الواجبات اللي نيطت من قبل الكادر التدريبي وعلينا التفكير في مباراة شيلي خسر مع انجلترا 4-0 يعني مو فريق بالهين تعتبر مجموعتنا من المجاميع الحديدية في هذه البطولة علينا أن ننسي هذه المباراة والتفكير بمباراة شيلي فوزك على منتخب شيلي هو العبور إلى المرحلة الثانية
وقد أصاب اللاعبين بعض الشد العضلي نتيجة الرطوبة الزائدة. إن شاء الله نقدم بالمباراة الثانية مستوى يليق بالكرة العراقية ونفرح الجمهور العراقي. الحمد لله والشكر، طلعنا اليوم رغم صعوبة المباراة طلعنا بنتيجة إيجابية، رغم استعدادات المنتخب المكسيكي كانت جيدة، دخلوا معسكرات كثيرة والحمد لله والشكر قدمنا العلينا، ظهرنا بداء جيد وإن شاء الله نقدم الأفضل في المباراة الثانية. قدمنا اللي علينا، قدرنا نحصل على نقطة أفضل من لا شيء. فريق المكسيك فريق قوي، فريق بطل قارة الكوكاكاف، فريق يعني استعداده كان جيد جدا، لاعبين تقريبا أكثر من 20 مباراة، احنا استعدادنا كان فقير. إن شاء الله أتمنى من اللاعبين يعني ينسون المباراة وإن شاء الله نفكر بالمباراة اللي جاية إن شاء الله مع المنتخب التشيلي، منتخب تشيلي منتخب قوي وإن شاء الله نتمنى التوفيق للفريق. قدم الفريق العراقي اليوم مباراة كبيرة، مباراة تكتيكية، قدرنا نحد من خطورة الفريق المكسيكي الفريق الكبير اللي معد إعداد جيد، لعب أكثر من 20 مباراة تجريبية قبل البطولة، كان في إسبانيا ولعب مباريات كبيرة على مستوى عالي. اليوم فريقنا قدم مباريات، قدر أن يحرج الفريق المكسيكي، سجلنا هدف ولاحت لنا أكثر من 4 فرص لمحمد داود لمحمد رضا، الحمد لله يعني النقطة أفضل من الخسارة وفريقنا قدم مباراة كبيرة. مبروك الشبابنا والقادم إن شاء الله أفضل، ظهروا اليوم لاعبين بمستوى عالي. الفريق الشوط الثاني انصاب عندنا حبيب وبعض اللاعبين، اجرينا بعض التغييرات التكتيكية والحمد لله نجحنا بها.